أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحالة إحدى نتائج عملية استهداف الميليشيات في محافظة حجة اليمنية إلى فريق تقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي. وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي التزام التحالف بمعايير مبادئ القانون الدولي الإنسانية. على صعيد آخر، أعلن المالكي أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين من محافظة عمران سقطا إلى محافظة حجة اليمنية، فيما تمكنت دفاعات التحالف من تدمير طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من صنعاء باتجاه المملكة.